السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال عمر الشريف جونيور حفيد النجم العالمي الراحل عمر الشريف يثير الكثير من الجدل بتصرفاته الشاذة والمرفوضة، حيث قرر أن يلفت الانتباه نحوه من جديد بنشر صورة جديدة على صفحاته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير انستجرام يظهر فيها مؤخرته، وهي ليست المرة الأولى التي ينشر فيها صور كهذه. أهلا بكم في كرشرة، وفي الحلقة دي هنتكلم عن تصرفات حفيد عمر الشريف الشاذ. وقبل ما نبدأ عاوزين نوصل الفيديو ده ل 9000 لايك. معقول مش هنلاقي 9000 شخص بيكرهوا الشواذ؟ لو شايف ان الشواذ مالهمش مكان في المجتمع ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو. وقبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. هذه المره كتب عليها حفيد عمر الشريف، اقصد على مؤخرته، عيد مبارك، وكانه قرر ان يهنئ العالم بالعيد على طريقته الشاذه. يذكر أن بعد أيام قليلة من إصالة عمر الشريف جونيور حفيد النجم العالمي عمر الشريف وهو البالغ من العمر 36 عام الكثير من الجدل بظهوره مرتديا حمالة صدر، ظهر حفيد النجم الشهير بعدد من الصور الجديدة والتي نشرها ليظهر كيف سيحتفل بفترة الحجر المنزلي المفروض على العالم بسبب انتشار فيروس كورونا. فقد ظهر حفيد عمر الشريف وهو يقف بجانب عمود من الحديد وكأنه يرقص بولي دانس. هو الفنان معروف بشكل واسع في نوادي التعري فقط، ومنها تم اشتقاقه ليعرف بفن رقص العمود، واشار انه بالتاكيد سيقدم ستريب باس الذي يعتمد بشكل كلي على اثاره الغرائز والشهوات، وعاده ما يكون امام جمهور في النوادي الليليه والسهرات والحفلات. تفتكروا ايه اللي عمل في حفيد عمر الشريف كده؟ هل الوالدين ولا المجتمع الامريكي؟ اكتبوا لنا في التعليقات. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي اول مره تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان يوصلكم فيديوهاتنا اول باول. وقبل ما ننهي الفيديو كالعاده ما تنسوش طبعا الصلاه على النبي، وكل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك.